خليني اسالك بمنتهى الصراحه، لانه في مقوله طالعه اليومين دول كده ماشيه بيرددها الجمهور كتير جدا، انه الانتماء للجماهير فقط لا غير. انت يعني مشوارك فيه محطات كتير، انت لعبت في نادي الاهلي وحققت بطولات مع نادي الاهلي، بس احترفت بره مصر ولعبت في الانديه جوه مصر. ايه فكره انك انت دايما الانتماء الاول لنادي الاهلي؟ يعني ايه السبب، ايه الدافع او المحرك بالنسبه لك انه انتمائك يكون في الاول والاخر للنادي الاهلي؟ اللي شفته في النادي واللي عشته في النادي واللي اتربيت عليه في النادي ما شفتوش في اي حته تاني. فده اللي مخليني مرتبط بالنادي ومرتبط بجمهور النادي، ويعني ومرتبط بسياسه النادي وباخلاقيات النادي. لان انا بكلمك بمنتهى الصراحه، الوقت اللي انا شفته في النادي وعشته في النادي انا ما شفتوش في حته تاني، مع احترامي الكامل لكل الاماكن اللي انا كنت موجود فيها. يعني برضو اماكن كويسه واماكن محترمه، ولكن انا وجهه نظري النادي الاهلي في حته وبقيه الانديه دي في حته تانية خالص. يعني انا مش عايز حد يزعل، ومش عايز حد يقول ان انا يعني بقول كلام مبالغ فيه، لا انا بتكلم على تجربه شخصيه. يعني انا عشت في النادي الاهلي فتره وعشت بره النادي الاهلي فتره. النادي الاهلي في مكان مختلف تماما في كل حاجه.